السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا حكينا عن الـ IPsec وحكينا انه الـ IPsec تقدر تركب فيه عناصر زي ما بدك، بهمك السرعة بتركب اقل، بتخفف درجة الانكريبشن تشفير عندك، بدك مثلا انتجريتي، بدك داتا انتجريتي، بدك يعني طبعا لازم يكون في عندك authentication اللي هي عملية ادخال password user name، authorization اللي هي عملية انه مين مسموح له يدخل هون ومين مسموح له هون، او انه قديش الباسورد لازم يكون له فترة صلاحية. امور يعني يعني في امور كثير، يعني الاي بي سيك في كتب مكتوبة بالاي بي سيك. الان بدنا ننتقل لموضوع ثاني، موضوع انا بحبه كثير لانه انا يعني رجال الفري سوفتوير الاوبن سورس، فاحنا عنا الاوبن في بي ان. ننتقل للاوبن في بي ان. طبعا في عندك مجموعة من الخيارات، اسهل خيار بتقدر هون طبعا تختار وكذا، اسهل خيار انك تروح على الويزارد. طبعا من الويزارد بتختار مثلا local user access، يعني local يعني عندك داتابيس انت بتعمل authentication للناس من عندك، من داتابيس موجودة على البي اف سنس تبعك. طبعا بعدين انت بتختار هنا description name. description name طبعا بدك هنا انت الاوبن في بي ان بتشتغل على شيء اسمه سيرتيفيك اثوريتي. فعلشان تشتغل شغله السيرتيفيك اثوريتي لازم نعمل سيرتيفيك، يعني لازم يكون معك شهاده. كيف بدي يعني خلينا نحكي انه انتم في عندكم مجموعه جروب اصحابك مع بعض، انتم في لكم زعيم واحد. هذا الزعيم هو اللي بيحدد مين اللي داخل العصابة ومين اللي خارج هاي العصابة او هاي المجموعة، او بغض النظر يعني هي عصابة او مجموعة وكذا. فانت هون طبعا بتيجي تحكي مثلا مجموعتنا هي البي اف سينس، ماشي. بعدين مثلا بتختار الكي لينك مثلا، يعني طبعا هذا شو الكي لينك، هذا اذا عمرك استخدمت السكيور شيل، فهاي هنا انت بتحدد مثلا زي الار اس اي والاشياء مثل هيك. فانت هنا بتقدر تحدد قديش قوه هذا الشيء. انا بحكي لك 1024 اكثر من جيد، اكثر من جيد. طبعا كنتري كود مثلا احنا هون عندنا بالاردن جوردن. مثلا وين انت مثلا، خلينا نحكي في السعودية اس اي. مثلا يعني بغض النظر، لكن هاي الفكرة من الموضوع. فانت مثلا اذا بدك كمان تدخل ستيت مثلا، انا هون بالاردن بقدر ادخل عمان او عادي بقدر ادخل اربد. طبعا كمان بتقدر تدخل مثلا، انا مثلا بقدر يعني اشياء روتينيه هون، بس اللي بيهمك من الموضوع الكي لينكث والديسكريبتيف نيم. ف يعني هاي اهم الاشياء. طبعا بدك تدخل الايميل، اورجانيزيشن لاب دوت لوكال. كمان بدك تدخل بي اف سينس مثلا at home.lab. ما بعرفش اصلا ايش هذا يعني يعني هذا الشيء مش موجود، لكن هاي add new certificate please special character. وين احنا حاطين special character in the please do not use physical in the certificate field. Where is that? Don't use special characters. Shh, shh, shh.
Where is the special character? Oh, ممكن ماشي دوت كوم. خلينا نجرب. In the certificate field name. Certificate field name. انا بدور على سبيس على شيء طيب ماشي هاي لاب ماشي تمام يعني هون هو بحكي لي انه في عندك سبيشال كاركتر اللي هي كاركتر اللي هي الدوت هاي هي كلياتها بس بضل عنا ان اد نيو سيرتيفيكيت بعدين بتحكي له اللي هي create a new certificate اذا بدك طبعا انت بتقدر تحط اي certificate مثل خلينا نحكي open VPN عادي ما في مشكلة لكن انا علشان يعني انا شغال هون على الجهاز تبعي كور اي 3 فبحب يعني اقلل اكبر قدر ممكن من ال هاي مثلا نحكي اللي هي emerging threat او خلينا نحكي VRT دوت snort مثلا بس create a new certificate طبعا هون الان بلشنا بموضوع certificate certificate تبعتنا يعني بدها ننشئها عشان نتبادل المعلومات securely يعني انا بحكي لك كيف الفكرة انه زي كأنك انت في عندك صندوق بتبعث فيه البيانات من سيرفر لآخر كل سيرفر بحط السيرتيفيكت هاي زي كأنها قفل على هذا الصندوق بحط البيانات بحط قفل طبعا انت مجرد ما تحط هذا القفل حتى انت بتقدرش تفتح الصندوق ليش؟ لانه هو ببعث لك الصندوق مفتوح ومع القفل فانت بتسكره بتبعث له اياه بتسكره بتبعث له اياه هيك نفس فكرة سكيور شيل فالسكيور شيل بتعمل قفل على على هذا الصندوق بتبعث لك اياه انت معك المفتاح انت الوحيد اللي معك المفتاح الكل معاه القفل تبعك لكن انت الوحيد اللي معك المفتاح لهذا القفل فمثلا بتحكي my open VPN server مثلا بعدين مثلا هنا طبعا خليه UDP افضل ليش علشان التي سي بي بيعمل كثير ترافيك فانت يعني بهمك تخفف اكبر قدر ممكن من الترافيك ومن هاي ثاني شيء لو انقطع الخط التي سي بي بيعمل لك مشاكل وممكن يعمل لك دروب للتنل كلياته بينما اليو دي بي خلينا نحكي فليكسبل اكثر يعني في 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 مجموعه طبعا الاوبن في بي ان في كتاب مؤلف فيها يعني مش يعني خلينا نحكي على يعني مش شيء نشرحه بدقيقتين يعني طيب التنل نتورك طبعا هون انكريبشن الجوريثم في الايس هاي طبعا دايجست الجوريثم يعني انت شوف ديفي هيلمان انكريبشن اوثنتيكيشن اوث دايجست الجوريثم هاردوير انكريبشن طبعا هنا اذا كان عندك موديول داخل يعني عباره عن قطعه زي ما حكينا عن دي اس بي اذا بتعرف بالدي اس بي ديجيتال سيجنال بروسيسنج قطعه علشان معالجه الصوت بكفاءه عاليه كمان في قطعه بتركبها على السيرفر او على الفاير وول بتعمل عمليه الانكريبشن والديكريبشن اللي هي كريبتوغرافيك فلو اجينا على مثلا تنل نتورك عشان نكمل هاي
مثلا بتيجي بتحكي تنل نتورك مثلا 192.168.201.0/24. طبعا ريدايركت جيت واي هاي بهمك طبعا هون اذا بدك يعني تخلي كل الترافيك يمر عبر التنل مش انه بس يعني بصير ديفولت جيت واي عبر التنل للمؤسسة او للشركة او للمنشأة ومنها بيطلع للانترنت. في ناس بيقول لك لا لازم كل الترافيك يمر عبر شبكتنا عشان اذا فيه سبام اذا فيه فيروس مالوير اشياء مثل هيك يعني تم فلترته. الان شو الشبكة المسموح لهم انهم يدخلوا عليها؟ يعني احنا عنا بس اللان فمن يعني منقدم اللان علشان يدخل عليها وهي الموضوع مش سكيور بس على سبيل المثال يعني احنا قاعدين بنحكي بشكل عشوائي يعني. Concurrent connection maximum number of client كم مثلا 200 150 فانت بتحدد اللي بدك اياه. No preference الكومبريشن هون الكومبريشن عشان توفر بالباندويث بالعادة ما يعني ما بيحددوا ليش لانه الكومبريشن كمان بتعمل اوفر هيد على الفاير وول او على السيرفر تبعك. يعني هاي معظم الامور اللي طبعا هون كمان اذا بدك تقدر توزع دي ان اس ان تي بي سيرفر نت بايوس كمان تقدر تشغل داخل يعني زي كأنك انت شبكتهم كلياتهم بأسلاك لكن هاي الأسلاك هي عبارة عن Virtual Private Network يعني عبارة عن أسلاك من البيانات المشفرة وين ما كانوا بأي مكان في العالم يعني وين السيرفر هاي علشان الفايل شيرينج والأشياء اللي مثل هيك. آخر اشي بدنا يعني هون توقع هنا بس هاي هي كل الامور اللي احنا يعني نحتاجها ناخذ next. طبعا بدك تضيف firewall rule عشان يسمح للفي بي ان طبعا open في بي ان رول يعني نفس ما انت تيجي على يعني زي ما كنا احنا نروح بالopen في بي ان بالاي بي سيك ولاير 2 تنلينج بروتوكول ونضيف رول. فهون بحكي لك اذا بدك انا بضيف لك اياهم في اذا بتحب يعني انا اريحك من هاي العناء من هاي من هذا التعب من هذا الشغل كلياته بتقول اوكي ما في مشكله يعني وهيك بكون الاوبن في بي ان سيرفر شغال. الفيديو الجاي ان شاء الله بنتكلم عن البوينت تو بوينت تنلينج بروتوكول اللي كان سكيور نوعا ما والان اصبح غير سكيور. شكرا لاستماعكم والسلام عليكم ورحمه الله.